إذا كان على إنسان دين وهو في بلد وصاحب الدين في بلد آخر ويقول إنه ليس محتاجا إليه عاجلا وقد أدى هذا المدين الحج قبل أن يقضي ما عليه من دين، فهل حجه صحيح أم لا يصح ممن عليه دين حتى يقضيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي يستطيع السبيل هو الذي يملك ما يوصله إلى بيت الله ويرده إلى بلاده بعد قضاء حوائجه الأصلية ونفقاته الشرعية. وإذا كان على الإنسان دين ولا يتسع ماله لسداد الدين والحج فإنه يقدم الدين ويسدد الدين أولا، ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة لأنه غير مستطيع. لكن ما ذكرت من أنك حججت بالفعل وأديت الحج، فالحج صحيح في حد ذاته ما دمت أنك قد أديته، فهو إن شاء الله صحيح ومجزٍ، ولكنك تأثم على تأخير الدين. نعم. هل يشترط استئذان صاحب الدين في الحج ممن يريد الحج وعليه دين؟ نعم، يشترط استئذانه لأن حقه مقدم، لا بد من استئذانه. نعم.